رئيس النصر يعقد مؤتمرا صحفيا بحضور يحيى الشهري، ومكافآت لاعبي الاتحاد ترتفع إلى 400,000 ريال. إدارة الاتفاق تفتش عن مدرب أوروبي لخلافة سكورزا، وبلاتر يشيد بجهود الاتحاد الآسيوي لمكافحة الفساد. الحكم المحلي يرد على غياب السنوات العشر بتألق العواجي، وسامي الجابر يرسم مخطط نجاح الهلال. نايف العنزي يؤكد عبر كورة، الهجوم يمنح الفريق 3 نقاط والدفاع يجلب بطولة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية، عبدالله فلات ونايف العنزي هم ضيفا حلقة الليلة. عودة الحكم السعودي إلى النهائيات. زمزم فينا، ولكن أين من يقنع الدنيا بجدوى زمزم؟ حكم عليه بالغياب عن المباريات النهائية منذ عام 2003، ليعود في 2013، وأي عودة كانت. إنه الحكم السعودي. احتجاجات، اعتراضات، بل وإساءات تعرض لها الحكم السعودي، ومع ذلك صبر حتى ظفر. طالبوا بإبعاده فعاد أكثر قوة، أحصوا أخطاءه وتغاضوا عن هفوات غيره، متناسين أنه بشر وجل من لا يخطئ، فرد بتمثيلنا خارجيا على أكمل وجه. فهل زامر الحي لا يطرب؟ أم أن عين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية؟ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، أو قل أغلى الكؤوس، الأنظار كلها متجهة صوب الاستاد الكبير، والألسن كلها تلهج بماذا سيصنع الحكم السعودي في اللقاء، ليدخل العواجي بثقة الكبار ويقود اللقاء بكل اقتدار، لينال شهادة التفوق والنجاح والتميز، ويعيد الثقة من جديد في الحكم السعودي الذي يستحق أن يكون دائما محل افتخار. بدر الفايز، كورة. عبد الله، الحكم السعودي يعود للنهائيات بعد 10 سنوات، عودة موفقة ولا ما كانت موفقة؟ حقيقة كانت موفقة. كابتن مرعي العواجي قاد المباراة بكل اقتدار وبنجاح حقيقي، يعني المباراة حتى تعامل معها تعامل متميز، ما كان في توتر منه، كان هادي جدا، كانت ابتسامته كان قريب من الحدث. احنا تابعنا حتى البطاقات كان بيعاملها يتعامل معها بحساب، يعني يجي الحكم الأجنبي لا مؤاخذة، يعني بعضهم متمكنين البعض الآخر، والله يعني بصريحة العبارة كده بالبلدي ما هي فارقة معه، يطلع الكرت ما يطلع الكرت، هذا من الحكم يعني بيحسبها بينجح حقيقي، هو جزء من منظومة النجاح في العمل في اتحاد الكرة. أنا أحيي اتحاد الكرة السعودي
وأحيي لجنة الحكام على ثقتها في الحكام، وأحيي الحكم مرع العواجي، كان ناجح، كان مبتسم، كان قريب من الحدث، كان يشعر بأهمية المباراة للفريقين، وحتى التوتر في اللاعبين وبعض اللعبات اللي كانت مخاشنات طبيعية عرف كيف يتعامل معها ويحدها من غير أنه يسرف في استخدام البطاقات ويؤثر تأثير سلبي. مشكلة الحكم لما يبحث عن نجومية على حساب الفريقين، فهنا بيخرج على النص إلى حد ما. مرعي بداية موفقة أو عودة موفقة للحكم السعودي للنهائيات. العادة لما يجي أحد يعطيك وعد تأخذ ورقة أنت وقلم وتكتب 1 2 3 4 5 6 حلو. فإذا لبى الوعد أو أوفى بالوعد الأول إيش تسوي؟ تحط علامة صح أكيد. إنه هذه خلصت. أحمد عيد كان في نفس المكان اللي أنت جالس فيه. الله تعالى. وقت الحملة الانتخابية بالضبط. وقلت له الحكم السعودي، قال الحكم السعودي وراح ينجح وفي عهد إدارته سيعود للتحكيم. قلت له تحكيم مباراة نهائية، قال تحكيم مباراة نهائية. حلو. طيب هذه واحدة صح لأحمد عيد. نشوف بقية الوعود يا أبو رضا. يعني في عهد ادارته طبعا ما ننسى سجلة الحكام الاستاذ عمر مهنا بالتاكيد، لكن هي كلها تحت اداره، هي تحت اداره احمد عيد، واحده من الوعود راحت صح. خلينا نشوف الموسم الجاي وين بنروح مع ابو رضا نايف. والله اخذت الكلام مني، لان هذا يحسب للاتحاد طبعا، يحسب للجنه الحكام من 2003 الى 2013، يعني غياب عن التحكيم والله كارثه، والله كارثة بالنسبة للكرة السعودية يا جماعة. مو معقول إلى هالدرجة، يعني ما عندنا حكام ولا ما نثق بحكامنا، يجيك رئيس نادي يخسر يرميها على الحكم، يجيك إداري يخسر، أحيانا حتى اللعيبة تشاهد أخطاء تلقى اللاعب داخل في مفصل الرجال وفي الأخير يحلف إنه ما لمسه. فردة الفعل والتعامل للأسف، يعني أصبحنا أسهل شيء ان نرمي على الحكام. لا انت تدفع 30 مليون في لاعب يجي يضيع لك بلنتي، يضيع بطوله، يضيع. ما هي مشكله، بس الحكم اذا اخطا في قرار ويضيع بطوله في مشكله عند رؤساء الانديه. ابو جود، هل في حكم في الدنيا ما يخطي؟ طبعا في فرق بين التخبيص وبين الاخطاء. انه يكون خطا او خطأين في المباراه، والله في كاس عالم، في نهايه كاس عالم تصير. في فرق بين انه يكون حكم يخرج عن النص ويخرب لك المباراة، لكن يكون خطأ أو خطأين في المباراة مستحيل ما تلقاه. عموما أنت مثل ما قلت، وبصراحة يمكن تحسب لأبو رضا، وهذه أول علامة صح، نتمنى الصح الثاني على الوطنيين. بس في نقطة أستاذ تركي، يعني نحن بس السنة الجاية الله يعطينا عمر عافية، حكم ممكن يخطئ، مو مع أول خطأ نرجع لازم إحنا نصبر على بعض حقيقة يعني. صح، لازم نتحمل بعض. أي لازم. طيب كلب لمرع العواجي، اول مره نسوي كلب للحكم. نسوي كلب 10 سنين لازم نسلف. اي والله السهر مرع عواجي نجم النهائي سبورت كلب. We'll be right back.
يستاهل مرعي عواجي عبد الله؟ بالتاكيد يستاهل، ونتمنى ان شاء الله انه العمليه تتواصل بمشيئه الله. مرعي نايف بلا شك، يمكن السنه هذه بوجود والله عندنا كله بعد عد حكام واجد والله متميزين في الموسم هذا، حتى في الحكام المساعدين ما شاء الله تبارك الله. يمكن الحكم اللي في النهائي درجه ثانيه، يعني يعتبر بالنسبه نجاح للجنة الحكام.